لأولى محطاتنا الصباحية لليوم معالم الورقيات وإعادة تدوير الورق وتصنيع قطع مميزة منه، إضافة لصناعات قطع يدوية من الأقمشة اللي بتحمل رسائل إنسانية واجتماعية للمرأة. ولنتعرف أكثر على هالمشغولات معنا بصباح نغير لليوم مصممة الأشغال والقطع اليدوية ألبا دكاك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحي. صباح الخير ألبا. يسعد صباحي. اهلا وسهلا فيكي. يعني ألبا بتكوني ضيفتنا، بتجيبي معك شيء جديد لحتى نشتغله على الهواء، مره اعاده تدوير ورقيات وقصص. اليوم شو معنا؟ هلا اليوم حبيت غير شوي ايه؟ لنفرجي المشاهدين انه في كثير اشياء ممكن نصنعها سوا بهي الفتره، بفتره الحمله اللي هي حمله الـ16 تبعت العنف ضد المراه. حبينا نعلم السيدات كيف يصنعوا دمى. الهدف منها اول شيء بيصنعوا دمى لاولادهم، لبناتهم او حتى للصبيان، كيف يشتغلوا على الافكار بطريقه بسيطه. هلا بذكر فكره انه نحن كانت التيتا تعملنا هي اللعب من زمان لما صحيح. كنا صغار بطريقه كثير بسيطه وحلوه، بس انا غيرت الاليه العمل والماتيريال. هن كانوا يعملوا لنا هي من خشبه صغيره، انا عملتها من سلك معدني. هلا هي الدميه كثير بسيطه، هي تدوير بحت، يعني ما في غير اذا بتلاحظوا الراس هو قطعه خشب معموله. وجايبه شغله ثانيه كمان، هو كيف ممكن نعمل كرسي هزاز من الملائط. حبيت الفكره كثير. من الملائط الصغار ولا الكبار؟ هلا بتصير نفس القطعه بالملائط الكبار، بس انا كنت حابه الملائط الصغار فعملتها. ما بعرف قد ايه اخذت الكاميرا. ايه بينت على الهواء اكيد. هلا وكمان جبت شيء اللي بدي اشتغل فيه اليوم، اللي هو كفر موبايل، اللي هو ضمن الحمله اللي عم نشتغل عليها كلنا، اللي حمله الـ16. هيدا الشيء اللي رح اشتغله اليوم. هلا كمان رح فرجي هاي، انه انا حبيت بالفكره انه هي مثل شكله مفاتيح، هي كلها تدوير القطعه بطريقه بسيطه. حلوه كمان. خلينا هيك نشوف كيف عملتيها. هلا هي ماني عامله حسابي لاعملها صراحه. لا مو تعمليها، انه هيك خلينا نشوف من تحت التفاصيل الصغيره. هلا هي مثل ما عم خبرك انه هي سلك معدني، حتى انا عاملتها مثلا اذا بتلاحظي بسيطه، انه حتى متحركه، يعني فينا نحرك لها ايديها ورجليها وراسها، عرفتي كيف؟ فينا نغير لها وضعيه الجسم، فينا نعلقها على الشجر يعني اذا الشيء يعني انه هيك. اكيد فينا شو ما بدنا نعمل فيها. يعني في سيدات انا عندي قالوا حابين يعملوا بابا نويل منها، كثير حبوا الفكره. يعني هي الفكره انه هلا موسم اعياد قلبة، وكثير قصص ممكن يبتكروها العالم، في عندهم زينه قديمه فيهم يحولوها لزينه جديده ببعض الخطوات. وعم نلاحظ انه دائما فيديوهات او اليوتيوب اللي فيها اعاده تدوير اكثر مشاهده عند العالم ليتعلموا. فاليوم انت معنا رح تتعلميهم، وجبنا كفر موبايل، فبنقول لهم حضروا كل واحد موبايل تبعه حتى يختار التصميم بده اياه. هلا بالنسبه لكفر الموبايل، القماشه اللي نحن بدنا اياه بحاجته هو قماش اللباد ممكن، او يكون جينز اذا بدنا، اذا بدنا نشتغل كتدوير نحن. هلا هون نحن لانه عم نشتغل على حمله معينه او بدنا شيء نوصل مسج، حبينا نشتغلها ضمن الالوان اللوجو تبع حمله الـ16 اللي هي الاورانج والنهدي، واخترت اللون البني القاعده لحتى تظهر الحمله اكثر. فاول شغله قصيتهم بمقص الزيكزاك بهي الطريقه بسيطه. هلا انا حضرتهم معي لحتى شوي نكون سريعين بطريقه الشغل. رح نعمله بهي الطريقه، انه بحيث ناخذ حجم الموبايل اللي لنا ونعمل مساحه للطوي بهي الطريقه. هلا اذا بدي لاحظ هي القطعه هي الجاهزه تقريبا بنفس الحجم. طبعا نحن فينا نغير حجم مساحه القطعه اللي عم نشتغل عليها، كبرتها شوي مشان اذا كان الموبايل كبير. هلا كثير مهم نحن كسيدات وربات منزل نتعلم قطب هي لها علاقه بالتطريز. قطب جوانيه ما بتبين. قطب جوانيه ويكون في نظافه بالشغل. الفكره امبارح كان عندي هذا النشاط وكثير انبسطت فيه مع جروب السيدات اللي اشتغلته، حتى في رجل ساهم معنا وسالنا شو عم نعمل وشو عم نساوي. وتعلم بتدربي كمان سيدات على انا مدربه اعمال يدويه، بشتغل بكذا مكان. يعني هلا الفكره انه اول شيء لازم تعرف الست انه هي القطبه ما لازم تعمل عقده،
لحتى ما تطلع هيك سميكة بالشغل، وتعملها من جوا. رح نعمل قطبة الفستون اللي هي قطبة حبكة، لحتى إذا عم بعمل بقماش جينز أو بقماش بينسل ما ينسل، وبرد الخيط بهي الطريقة. وبحاول أنا حسب الزيكزاك الموجود عندي، أنا مفروض شكل إبرة على المحل النازل. لا، المحل اللي نازل هلا انا تشكل عندي الزيكزاك، ورح يعطيني جماليه اكثر بالشغل، وفيني قصة على سويه وحده. طبعا هلا بضلني بكرر هي العمليه، رح اعمل كم قطبه لحتى هني مو بس السيدات فيهم يشتغلوا هذا الشغل، طبعا الصبايا اللي بيحبوا يتعلموا كيف هي المهارات اليدوية اللي هي مفروض كل ست تقريبا تكون بتعرفها بحاجتها ببيتها. هلا قطبة الفستون إذا بتلاحظوا، ما بعرف قديم بتكون واضحة على الكاميرا، بتصير بهي الطريقة. هي ما أنا واضحة لأنه نحن عم نشتغل بنفس لون القماش اللي هو اللون البني. كتير حلو إذا دخلنا لون تاني، الأورانج مثلا أو النهدي، بنكون عم نشتغل بيطلع جمالية الشغل طبعا أكثر. هلا أنا ممكن تابع بهي الطريقة لحتى أخلص، بس كمان مهم كمان كيف أنا بختم القطعة. يعني هي المهارات بتطلعي كفر موبايل هو بسيط كتير، بس قديه بيطلع حلو هون جمالية القطعة اللي فينا نحن نمرق من خلالها مسجات للسيدات أو للشخص اللي عم يعمل معنا هي الورشة أو العمل، من خلاله هو بيطلع بنتيجة إنه تعلم كيف يقص وكيف عم يبدأ بالقطعة، كيف عم يتعلم قطبة تطريز. من خلالها نحن بنكون عم نحقق عدة أهداف، حتى كيف عم يعملوا شيء أشياء مفيدة بحياتهم، عم يعبوا وقتهم بطريقة كتير حلوة. كان خلينا نحكي، انت وعم تشتغلي يمكن قديش في سيدات عم ينضموا لدورات الاشغال اليدويه، عم يستفيدوا من هي المهنه كمان من خلال مشاركاتهم معك والتعلم يلي عم يتعلموه؟ يعني عم يجيبوا غراض من بيتهم وعم تساعديهم بالافكار، ولا صاروا كمان هن عندهم افكار يبتكروا؟ هلا كل ست هي عندها اكيد افكار وعندها روح الفن موجود عندها بداخلها، بس هي ما بتعرف قد ايه هي ممكن تكون فنانه بهذا الموضوع. سيدات كثير بيكون في عندنا موجودين عم بيحبوا يتعلموا هذا الشغل، ما بيكون عندهم تصور حتى انه هن فيهم يعملوا هذا الشيء ولا لا، او شو هي النتيجه، او شو النتيجه اللي ممكن يطلعوا فيها. اوقات بيكون بتدريب بثلاث اشهر هن عم يطلعوا بنتيجه هن بيتفاجئوا بحالهم. بالحياة حتى ضمن الأسرة أو البيت عم تتغير، عم بصير في إذا كانت ربت منزل عم بصير عندها تنظيم بحياتها، لأنه صار في شيء عم تعمله لحالها لنفسها. فكتير مهم الدورات التدريبية للست اللي هي ما عندها شغل، أو حتى اللي عندها شغل لما بتخصص وقت لحالها تعمل شيء لنفسها، بضل في هيك في شيء فينا نعتبره هو مثل العناية الذاتية، إنه أنا حبيت أتعلم مثلاً. هلأ أنا بعلم ورقيات مثل ما ذكرتي، وبعلم صب الشمع. هلأ هاي الأشياء بعرف بعملها أنا، بس هي منا ما بتجي ضمن التدريب المهني اللي هو بتاخدي مراحل أولى وثانية. ممكن تكون ضمن جلسة واحدة الست تجي تاخد هاي الفكرة وتطلع بنتيجة سريعة خلال جلسة ساعة ونص تقريباً يعني. بس الفكرة المهنة اليدوية هي كتير مهمة لكل ربة منزل لحتى تعبي وقتها وتستفيد منهم بصعيد حياتها. بما أنه عم نشتغل إعادة تدوير، يعني كنت عم تحكي عن الدمى، وبنعرف هلأ كل أم بتحب يعني دائما تجيب له لأولادها يعني أشياء جديدة ولعب، فمشان توفر على حالها نفقات ممكن تصنع أو تعيد تدوير شيء وتصنع دمية. شو هي المواد اللي ممكن تستفيد منها ألبا بصناعة هالدمية، وخاصة أنه تكون لابنها أو لبنتها؟ هلأ الفكرة أنه كل الأطفال بتحب الدمى. الفكرة بالدمية لما أنا اخترتها هي أول شغلة هي المشاركة، يعني أنا عم بصنع دمية مو بس لحتى أنا أنه أصنعها لابني، حتى ابني يشاركني فيها. لما أنا بحاول تاع ماما نقعد سوا نعمل لعبة شو حابب تلبسها، أو البنت أو حتى الصبي، يعني الصبي ممكن يقولك حابب لبسها أفرول جينز مثلا، أنه كيف حتى هو بيساهم معك، ممكن يجهزوا الأغراض سوا. هلا الفكره بالهاند ميد انه هي اسلوب تواصل حياه، يعني
لما أنا بتشارك مع ابني بكل شيء فهو رح يستمتع بالوقت معي. إذا بتلاحظي هلا كل شيء عم بيكون الألعاب عم بتكون أمراض عم تشتريها من السوق، الولد بيلعب فيها شوي بعد شوي بيكبها أو بيخربها. أما بهيك قطع هو ممكن يصير في عنده تصير هي كتير إلى صفة قريبة منه كتير إنه الماما صنعتها تحمل ذكرى كتير حلوة هو وياه. مو دائما الهدف بالقطعة نفسها، الهدف بيكون أوقات نفسي إنه أنا عم علمك شيء حابة أعمل أنا وياك شيء. النتيجة هي لبعدين لما أنت بتعملي هاي القطعة وتخبيها بس يصير شاب مثلا إنه أنا وياك عملنا هيك تشاركنا بهذا الوقت رح تحمل ذكريات كتير حلوة. فإذا بتلاحظي هلا مثل ما إذا منرجع لطفولتنا متذكر لحظات يمكن كيف عم نلعب بالتراب، كيف عم نصنع أشياء كانت أو عم نعمل أشياء كتير بسيطة، سوارة من الخرز، بضل حاملة ذكريات. أولادنا لما بنحكي لهم بيقولوا ليش قلنا ما بتلعبونا هيك، الظرف اختلاف، الوقت اختلاف، ما عاد يعجبكم اصلا الجيل الجديد ما بقى يعجبه هيك شيء. لا انا صراحه اولادي بيعجبون هذا الشيء، بيحبوا اي شيء حتى حسب يعني العاده معناتها. طيب. لاني عم بحكي عن ذكرياتي بطريقه حلوه انه انا عملت هيك، انا سويت هيك، كنت اعمل العابي بايدي حتى ثيابها فرشه مثلا للعبتي بتذكر لحد هلا. بالنسبه للسيدات انا اللي اشتغلوا معي كثير بتشكرهم، كان في عندي بالصدفه ست خياطة بهذا الشغل كانت هي اللي تعملنا تصميم الديزاينات، بحب أتشكرها للست عفاف. هي طبعاً ما عاد اشتغلت بمهنتها وجت لعندي على الدورة لحتى تغير جو، فكانت إن شاء الله تكون نتيجتها حلوة إنه كانت عم تستمتع معي بهي الفترة. ألبا خلينا نحكي يعني هلأ الناس كلهم عم يزينوا شجرة الكريسماس والزينة كتير فينا نستفيد منها، فينا نستفيد من الطبيعة وفينا نستفيد من إعادة التدوير أيضا، لأنه مثل ما نعرف سنة عن سنة بتتبدل الزينة، يعني السنة يمكن دارج شيء على أبيض وموف، كل سنة بيتغير شيء. كيف فينا نحن نستفيد من موسم الأعياد هلأ لحتى نزين البيت على أكمل وجه؟ هلأ خطر ببالي جيب شيء له علاقة بالكريسماس صراحة، بس كنت حاكي أنه رح نعمل هذا الشيء اللي عم نحضره فما حبيت كتير نكتر. هلأ بالنسبة لزينة الكريسماس فينا نحنا كمان نتشارك مع أطفالنا بالزينة. عملت شيء له علاقة مثل طابات الاستريوبول وحطيت عليها حبات بن، ممكن نشتغل كمان بنفس آلية التدوير اللي هو ممكن حبن أو بزر أو البوشار مثلا، حبيت البوشار إذا حابين يكون في ألوان عنا على الشجرة مختلفة ما تكون غامقة. فينا نعتمد على حتى السنوبر. السنوبر هلا صراحه كنت ببيروت فرحت جبت سنوبر، هلا في عندنا اكيد سنوبر بس لفت نظري هنيك انه التدفئه بيعتمدوا عليها على السنوبر كثير. جبت معي سنوبر انه على اساس زين الشجره بالسنوبر طابات، بس ما لحقت ما صار لي يومين جاي. حتى بالورق فينا نخترع قصص يعني على بالورق الشجرة. عملنا اشتغلنا صراحه بالورق، نحن زينا من سنتين انا وصديقتي ملك زينه مول لشجره الميلاد، كثير كانت زينتها حلوة. يعني أنا لما دعيتوني للمقابلة كذا فكرة أنا خطرت ببالي بدي أعملها، بس ونحن بنحب نكسب وجودك معنا ونحكي بكذا فكرة أنت وعم تكفي القطعة. قلبها كمان ممكن في هدول الخيطان يلي بتحطي بقلبهم بالونه، هلا كل السيدات عم يشتغلوها عن جد مثل ما قلتي، كثير عم نرجع انه نشتغل شيء هاند ميد بين الجاره والجاره، وهي شغله عم نتشارك كذا قطعه صح. هي جماليه الهاند ميد انه بصير في مشاركه، انك انت بتفوتي لعند جارتك بتلاقيها عم تعمل قطعه بتصيري بدك تعملي شيء بيشبهها او تتعلمي. هلا انا بس بدي احكي شغله انه انا خلصت اول دور رح ارجع انا رح سبته بقطعه ثانيه لحتى بس نحن نكفي الفكرة. هي بأي قماش فيهم يعملوها كان متوفر عندهم قلبها ما هي؟ هلا أنا حكيت هي النقطة إنه أنا فيني بعمله بجينز، فيني بعمله بجلد أو قماش لباد أو بوبلين. هلا أنا بس عم برجع عم عيد على القطعة وشو بدي أعمل حركة؟ الإبرة ما بختم بقص من هون لشريط، الخيط ما بقصه من هون، لا أنا مفروض مرقها بهي الطريقة لحتى آخذ قطعة نظيفة. وبقصة هلأ الفكرة أنه أنا ما عاد بيّن عندي وين البداية وين النهاية، يعني أنا كتير مهم اشتغل على نظافة القطعة أنه ما تبين من وين الحبكة من وين بديت ومن وين انتهيت. كمان رح نكفي بالقطعة الثانية
فيهم يعملوا ديزاين اللي مفروض أنا أبدأ من هون، بس حابة ألفت نظر المشاهدين، مفروض أبدأ من هون، ما بصير أبدأ من هون. إذا بديت من هون أنا ممكن يجمع عندي هون فيصير في مشكلة بالكفر. بنفس الآلية رح فوتها من جوا. هلأ اليوم أنا حبيت أعمل شغلة بسيطة وحلوة من خلالها، بس نعلم الحبكة للسيدات. هلأ في ستات بيوت بهذا الوقت يعني الصبايا ما كتير بيعرفوا بأمور التطريز، ما لهم خلق كتير، فكتير حلو إنه نحن بس نحن اليوم نتعلم هاي قطبة الفستون اللي هي حبكة. ألبا أنت ما عملتي عقدة؟ ما عقدت ما بتفلت لحتى تطلع أنيقة أكتر، فأنا ما مفروض أعمل العقدة. هاي ضمن مهارات التطريز فينا نعرفها، إنه أنا بالتطريز أبداً ما بعمل عقدة، أنا بثبت تثبيت بنفس المكان بنفس القرنة اللي حطيت الإبرة، أنا مفروض ثبتها وأشتغل على هالأساس بهاي الطريقة. طبعاً أنا لما بخلص هاي القطعة، بس لحتى نحنا هاي إجمالاً قد إيه بتاخد وقت؟ هلأ يعني إذا سيدة ما كتير هلأ هي كنشاط بتاخد شي ساعة تقريباً ساعة. إذا كانت مقصوصة وجاهزة. بدي أحكي بشغلة، إنه أنا عندي القطع اللي هي 16 اللي هي الوان أنا محضرتهم، كنت عاملة طبعاً مثل مخطط لإلون لحتى يكون نفس نظام الحفلة الحملة بهي الطريقة، ورجعت قصيت عليهم. كتير مهم نحن نشتغل بدقة لما بدنا نعمل أي عمل لنوصل فكرة معينة. إذا ما عندي مهارة القص، أنا مفروض قص على ورقة، أعمل بترون صغير وبعدين قصة. رجعت قصيتها هدول هن القطع، هلأ منلزقهم بعد شوي. طبعاً فينا نضيف زرين، حتى في حطوا ستراس الصبايا، كل شيء بيحبوه ممكن يضيفوه لإله قلبه، يمكن وحروف اسمه. هلأ الفكرة مثل ما عم تتفضلي، نحن فينا نحط شو ما بدنا، بس حسب الرسالة اللي بدنا نوصلها. هلأ ممكن نحن نغير ما يكون بني، فينا نعمل جينز ونحط ستراس، ممكن نلزقهم بالسيليكون إذا ما في وقت، أو فينا مثلا نخيطهم خياطة. طبعا إذا منخيط خياطة طبعا العمل بيكون متقن أكتر، يعني خلينا نستمتع ونحن عم نعمل العمل، ما يكون هو بس المهم عم نشتغل شيء بسرعة. هلأ الفكرة أنه أنا ممكن هي القطعة ما بعرف لزقها بهي الطريقة. هلأ بفرد السيليكون أنا ممكن لزقها، أو ممكن أطبها تقطيب قبل ما خيط، قبل ما أقوم بعملية الخياطة كلها. هو كفر بسيط وحلو، ممكن يحمي لي الموبايل، وممكن من خلاله اهدي لحدا أو عبر عن حملة أنا بحبها أو فكرة أنا بحب أشتغل عليها. نعم أكيد ألبا، يعني عطتينا فكرة مميزة ولو أنه بسيطة لكل السيدات، وإن شاء الله تكون هي الفكرة وصلت مع رسالتها لكل امرأة تعطي وتعبي وقتها، وهالعطاء يكون ذو ثمن إلى كمان. أكيد. خلينا نحكي معنا كل الأفكار اللي عطتينا إياها. هلا شكرا لك. شكرا لك ألبا. هلا ميرسي.